وأما أنهن أمهات المؤمنين هذا بالقرآن، نص القرآن اللي يقرأ إلى يوم القيامة، وأزواجه أمهاتهم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجاته بالجنة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بأحد. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن محرمات على الأمة لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وكفى بذلك فضلا لهن، ولأنهن حملن من العلم والشرع ما بلغن به الأمة، تحملنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهن الفضل ولهن الإجلال ولهن القدر